وبرنامج من 6 ل 9 على قناة القاهرة. احترف ضمن صفوفه الثنائي المصري عصام الحضري ومصطفى فتحي تعادلا مثيرا أمام الرائد، والذي يلعب ضمن صفوفه محمود عبد الرازق شيكابالا. وشارك الثلاثي المصري في المباراة التي انتهت بتعادل الرائد أمام التعاون بنتيجة هدفين مقابل مثلهم في مباراة الجولة الرابعة بالدوري السعودية. وخلال المباراة صنع شيكابالا الهدف الأول للرائد، وساهم الدولي المصري محمد صلاح في فوز ليفربول على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ووكرز ستاديوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وشارك صلاح بشكل أساسي في تشكيل المدير الفني الألماني يورجن كلوب، وخاض المباراة كاملة حتى نهايتها. ونجح الفرعون المصري في افتتاح التسجيل للريدز بالدقيقة 15 من عمر اللقاء من ضربة رأسية، مستغلا عرضية زميله الألماني إمري كان داخل منطقة الجزاء. ووصل المحترف المصري عمرو وردة لاعب أتروميتوس أهدافه مع بعدما سجل هدفا أمام لاميا في المباراة التي تقام ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري اليوناني. وأحرز وردة أول أهدافه بالدوري منذ انضمامه لفريقه أتروميتوس في الدقيقة 27 بعدما خدع دفاع فريق لاميا. وخسر ستوك سيتي برباعية نظيفة أمام ضيفه تشيلسي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك رمضان صبحي بشكل أساسي في تشكيل ستوك سيتي للمرة الأولى وخاض المباراة كاملة، لكنه لم يصنع العديد من الفرص لمشاركته كلاعب وسط وليس في الخط الهجومي. ونجح أحمد حسن كوكا مهاجم فريق سبورتينغ براغا البرتغالي في قيادة فريقه لفوز مثير على مضيفه تونديلا بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري البرتغالي، حيث سجل كوكا هدف التعادل لفريقه بعدما كان متأخرا بهدف نظيف قبل أن يدرك زميله ريكاردو هدف الفوز. وشارك محمود حسن تريزيجي لاعب فريق قاسم باشا التركي في تعثر فريقه أمام ضيفه قيصري سبور ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري التركي. وبدأ تريزيجي المباراة أساسيا وقدم أداء مميزا، وكان فريقه قريبا من الظفر بالثلاث نقاط لولا هدف الضيوف القاتل قبل دقائق من صافرة النهاية. وقدم عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي إنذارا شديدا اللهجة لفريق الأهلي المصري قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث سجل المهاجم المصري هدفين في شباك أهلي طرابلس الليبي قاد بهما فريقه لتأهل مستحق إلى قبل النهائي لمواجهة ممثلي مصر في البطولة.